خلاص بلاش حقن، في دواء كحه معايا؟ لا بلغم وقرف، لا مش ناقص. غور يا فرج من قدامي يا فرج. انت خدي خدي، هنقعد نحكي في برشام وننسى شغلنا الاساسي. ايه في عمليات النهارده؟ لغايه دلوقتي مفيش، بس ادعي ربنا يرزقنا. لا يا ربنا ما يرزقناش، عشان اللي بيخش عندنا هنا بيموت. حرام عليكم، الناس بتنتحر هنا. يا ده حرام عليك انت بتقوله ده. ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قدوم الدكتور شوكت علينا هيكون زي الفل. ده هو الراجل ده ايه ايده فيها البركه في العمليات. ربنا يفك النحس على ايدك يا دكتور يا احسن رب. احنا فاضل لنا عمليتين ونكتب تحت الطلب هنا. يا سلام، قول يا رب يا اخي. عفيف. يا رب عفيف. ايوه هتلاقيه قاعد في المكتب بتاعه ولا حاجه. طب استني ثانيه، إيه فرج؟ اسمي الدكتور فرج. انت يا فرج خدامك يا هانم. بقول لك ايه، انت زمان كنت قلت لي ان انت بتعرف تقرا الكف. زمان انا لحد دلوقتي بقرا الكف، اقرا الفنجان، اقرا الجرنان، اقرا اي حاجه. لا والله مش جايب نظاره القرايه، انا اسف. انت هتستعبط؟ خلاص هقرا لك بالراحه. ايه ده ايه ده؟ قدامك خطين. خطين ايه؟ ايوه ما انا بقرا اهو. خط المرج وخط حلوان. في زحمة جامدة في خط المرج. يا أستاذ دي عربية سيدات، انزل يا أستاذ. عشان أحترم المرور أبدا والله. أنت بتستعبط؟ ما أنا ما بعرفش أقرأ كف والدجل ده، عارفة لو فنجان أقراه لبلب، إنما كف أبقى أنت جاهزة على طول؟ إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه هموت؟ لا 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 لا. هعمل حادثة؟ لا 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 لا. هتطلق؟ لا لا. أمال إيه؟ البن محوج، استني امشي على طول أقرأ لي. انا بس بفكك، مالك متضايق؟ هقرالك بجد. انت اتضحك عليكي من حبيبي صح؟ لا من اللي باع لك الفنجان ده. مش صيني يا ماما، ده بلاستيك. تشربيش فيه غلط والله. في انت بتستعبط صح يا فرج؟ ما انا ماليش في الدجل، انا كف وفنجان ايه والحاجات دي شعوذه. عايزه الحاجات دي بجد بقى واسرار حبيبك والحاجات دي، اتصلي بعبير اللباد. انا ماليش انا في السحر ده، هتجننونا في ام المستشفى دي. عفاف الدكتور شوكت جه. يا ستي قلت لك ليه في مكتبه؟ ليه في حاجه؟ اصل في حاله لسه جايه في الاستقبال، راجل مغمى عليه وبيسعفوه تقريبا كده، شكله هيحتاج عمليه. جهزي اوضه العمليات على بند الدكتور شوكت. ماشي بجهزها اهو. بقول لك ايه، نعم، جبتي الحاجه بتاعت اسمه ايه ده دلوقتي يا نوره؟ دلوقتي. ايوه الشيخ مبروك جاب الحاجه وبس. بعدين بعدين. طب تمام ماشي، باي باي. شفتي يا فرج؟ ربنا رزقنا بعمليه اهو على الصبح. ربنا يستر يا ابني. بقول لك الدكتور شوكت ده راجل برنس برنس، جاي من النمسا كده وعمليات ومؤتمرات وابحاث وايه شغل بلاد بره يعني. ربنا يستر يا رب. السلام عليكم ورحمه الله. انتوا كرسي ولا ايه؟ ايه ده؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. انت مين انت؟ انت مين؟ انا المعلم بسطويسي، اكبر مقاول فيك يا جمهورية مصر العربية. طب ماشي يا معلم، انت عشان تخش هنا لازم تتعقم الاول. اتعقم الاول ليه؟ داخل اوضة عمليات مثلا؟ اقول لك على مفاجأة يا حاج. اتفضل. فيك من يكتم السر؟ في بيت. انت في اوضة عمليات مثلا؟ ها يا سبحان الله، انا في اوضة عمليات؟ ده انا من زمان كان نفسي اخش اوضة عمليات واعرف بيعملوا جواها ايه. اقول لك على مفاجاه يا حاج. اتفضلي. فيك من يكتم السر؟ في بيه. احنا في اوضه العمليات بنعمل عمليات. في اوضه العمليات بتعملوا عمليات؟ يا سبحان الله، امنت بيك وبرحمي. اللهم اعفو عنا واغفر لنا، اللهم ارحمنا وتقبل العمر. ايه دي يا رب العالمين. ايه انت جاي تشهر اسلامك هنا يا حاج؟ عايز ايه انت؟ مين يا ابني وبتكلمني كده ليه؟ انا الدكتور فرج. ايه الكذب ده؟ ده شكل دكتور، امال بتاع البانجو يبقى شكله ايه؟ هي خلاص الدكتور بقى بالشكل. امال بايه؟ بالمجموع 99% متصور مع المحافظ بقيت دكتور. طب حضرتك دلوقتي انا عندي مشكله، ممكن تحلها لي؟ يا سلام، اذا كان بحل الفيزياء مش هحل مشكلتك. قول. طب سلام عليكم. لا لا خد بفكك والله. ما اصل بتقول اي هبل. والله بفكك، بس لقيتك متنرفز قلت افك معاه. لا ما تفكش معايا. خلاص اتفضل، ايه مشكلتك؟ انت شكلك راجل طيب. انا مراتي من اسبوعين كده جت هنا وخلفت عندكم توأم. طب يا سيدي مبروك، فين الحلاوه؟ حلاوه ايه؟ ما انت مش عارفه مراتي خلفت ايه. شكلها جابت بنات وهو عاوز ولاد. يا ريت بنات.
يبقى ربنا رزقك بولدين الحمد لله. يا ريت ولاد. امال مراتك خلفت ايه؟ خلفت معزتين. ايه؟ زي ما بقول لحضرتك كده، مراتي جابت معزتين. ليه متجوزه خروف؟ لا مش خروف. امال جابت معزتين ازاي؟ هي كده جابت كده. يعني انت عايز تقنعني ان مراتك جت هنا وخلفت معزتين؟ ايوه سعادتك، ده حتى بالاماره المعزتين قعدوا عندكم هنا اسبوعين. اه في الحضانه بقى. لا كانوا بياكلوا نجيله تحت. يا حاج ما تجنناش، في حد يخلف معيز؟ خلاص ده قضاء ربنا، حصل خير. يا عم انا كل اللي يجيبه ربنا كويس وما عنديش اي اعتراض. طب انا السنه اللي فاتت جايبه لي ارنبين زي العسل، حسن ومنه في الحضانه دلوقتي. مراتك خلفت ارنبين؟ اه. ايه ده مش مصدقني؟ بقول لحضرتك مراتي خلفت ارنبين بالملوخيه. طب سلام عليكم. ما انت تقول كلام يتعقل. ما انت بتهبلني النهارده حضرتك، انت بتتريق عليا ليه؟ ما انت بتشتغلنا، كل اللي انت بتقوله ده كده، مفيش حاجه اسمها تخلف حيوانات. يا ابني انت افهم بقى، مراتك ما تخلفش حيوانات. مراتي انا ما تخلفش حيوانات ازاي؟ مراتي انا خلفتي اصلا كلها حيوانات. يا سلام. اه والله. عارف سيد قشطه؟ اه طبعا، ده ابن الكبير. اه والله اسمه الحقيقي سيد البسطويسي محمد قشطه، بس هو كمان اتشهر وربنا كرمه وقال له سيد قشطه على طول. ايه ده انا مراتي حامل، لا تجيب كلبين. لا انا مش خد، تعالى هنا. ما اكيد هتجيب كلبين، مش انت ابوهم. النبي انا مش فاضي رب انا وهوهو والكلام ده. لا لا يا كبرت عم. والله يا عم. وبعدين انا جاي احل مشكلتي. احللك مشكلتك انت؟ طب انت اصلا دخلت هنا ازاي؟ اخرج بره يا حاج. اخرج بره؟ انا جاي من طرف الدكتور شوكت. ده انت تعرف الدكتور شوكت؟ اه يا عم انا المقاول اللي بيخلص له الفيله بتاعته. اه ده اللي جه عمل اللوز من اسبوعين. ايوه, أيوة. جيت عملت عملية اللوز عندكم هنا من اسبوعين، قام الدكتور زلط مفاتيح عربيته ونزلت في بطني. ايه ده يعني مفاتيح عربية الدكتور في بطنك؟ اه مفاتيح عربيته في بطني وما بتنيمنيش طول الليل، طول الليل تعمل وي 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 وي، لدرجة ان انا ما بقتش انام في بيتنا. امال البيت بتعمل ايه؟ بقيت باركن في الجراج. ايه ده يا حد؟ اهدى اهدى اهدى. انا اسف، اصل انا نسيت اقفل السنتر لوك. خلاص يا حاج ما تعيطش، امسح دموعك، شغل مساحات، امسح بس بس. بص يا حاج ادي اشاره يمين واتكل على الله. حاضر. يلا يا يلا حاج. سلام عليكم. ما يجي الدكتور شوكت قول له ان انا جيت. وعليكم السلام. يلا سلام عليكم. رعايه الله. يلا سلام. ابقى صلح الفانوس اللي ورا يا حاج. شفتي؟ شفتي الترامادول؟ كل واحد يضرب ترامادول يجي يرفونا احنا بقى. انت هتقعد ترغي كده هون، والدكتور سامي زمانه جاي على فكره. ما يجي الدكتور زفت وانا بخاف منه ولا ايه؟ دكتور سامي ده بيقف قدامي يترعب، يقف يقول لي يا حلاوتك يا بس فرج. بقى يا نوره كفايه كده، ما يصحش كده. يا جمالك دكتور سامي. ايوه هو الدكتور زفت، بديله على يلا قوم فازي من هنا. انت ليه معارك هنا؟ ايه ده؟ لا مؤاخذه يا دكتور، مؤاخذه يا دكتور، قلت لك مليون مره ما تقعدش في اوضه العمليات. انا كنت بس بجرب لك الكرسي، انا اسف. اتفضل يا دكتور. ها جهزت اوضه التعقيم؟ حاضر راح اجهزها. انا خارجه يلا من الاستقبال بسرعه يا جماعه. ماشي ماشي احنا اسفين يا دكتور، بس ما تنرفزش علينا هنجهزها. ايه ده كله بيشتمنا هنا في المستشفى ولا ايه؟ بس يلا انت ليه دخلك هنا؟ ايه يا عم داخل؟ ايه اللي داخل؟ داخل تعمل ايه؟ عايز ايه؟ سلام عليكم يا عم، ماما بعتاني ليك وبتقول لك اعمل لي عمليه اللوز وبتقول لك كتر البنج. وبعت لك معايا ال 10 جنيه دي. يا ابني يا حبيبي في عمليه ب 10 جنيه؟ يا عم انا بحلق ب 5 جنيه عادي. وانت جاي لي مزين؟ خلاص يا دكتور احلق له. احلق ماشي هنحلق لك يا حبيبي. انا عايز اعمل عمليه اللوز. عايز تعمل عمليه اللوز ليه؟ عشان اكل جيلاتي. طب ما انت ممكن تاكل جيلاتي من غير ما تعمل عمليه. لا ما انا لازم بقى اتشرح نسايل والكلاب السكك تنهش في لحمي عشان بابا يجيب لي جيلاتي. طب ما تاخد ال 10 جنيه تجيب بيها جيلاتي. لا ما هو هلحوس نفسي وهيعرف ان انا ما عملتش العمليه.
هيزعل. انت يا ابني اقبل وجاي تجننا. يا عم عايز اعمل عمليه اللوز. ممكن تخرج عشان انا عندي عمليه دلوقتي. لا مش هخرج. طب لو لعبتك هتخرج؟ ماشي. امسك كده ايه؟ اعمل لك لعبه عجبتك تخرج. ماشي. شايف ايدي؟ اه شايفها كويس. ايوه بص كده. ها عجبتك وحلو. يلا اخرج بقى. يلا يا عم وايه حلو حلوه. انت دكتور عبيط يا عم انت. لو سمحت احترم نفسك، انا دكتور محترم. في دكتور محترم يعمل بس يا حبيبي، بس يا حبيبي. يلا اخرج بقى. يلا مش خارج يا عم. طب اعمل لك كمان حاجه تسليك وتخرج. اه وتخرج. ايوه اخرج. آه هخيط لك بقي. ما ايه ده القرف ده؟ مش دكتور، هعمل لك ايه يعني؟ طب ماشي يلا. هات لي بكره الخيط يا فرج. بكره ايه؟ اهي البكره اهي. طب يلا كده البكره هتخلص. ايه ده انت هتعمل لي فتله؟ عيب يا حبيبي عيب، ما تقولش كده عيب. والنبي يا دكتور عايز اعمل سمكه في البنطلون ده بس. ايه ده ايه ده ايه ده يا عم انت ده؟ ايه ده؟ ايه ده ايه؟ حلوه. يلا اخرج بقى. حلوه ايه يا عم؟ ايه القرف ده؟ يلا بقى اعمل لك ايه تاني؟ مش خارج يا عم. عايز تعمل عمليه؟ اه فرج هات لي الحقنه عشان نبنجه. لا خلاص خلاص حقنه. لو النبي طب يلا لا. اخرج ياض يا عم ما تزقنيش. انا بتهزق في المستشفى دي. يلا اخرج ياض يا عم. وبعدين معاكوا ياض اتكل على الله عشان ما اعملهاش معاك. طب بالزق ليه طيب؟ انا متهزق هنا في المستشفى دي. انا كنت ملقب بالخازوق في القصر العيني. يلا يا راجل يا خازوق. يا راجل يا خازوق. اوعى اوعى يا عم. ايه ده حاجه زفت. ايه اللي انت عملته بس ده يا دكتور؟ اللي هو بتقول الحاجات دي حلو حاجات كده. اعملها والنبي تاني. والنبي بص دكتور. نعم. مكانك مش هنا. عايز تبقى ساحر البنك الاهلي المصري بيمول لك طبعا. تعالى يا دكتور نشوف اكل عيشنا. انت هتقعد تنفخ. يلا بينا. تعالى يا عم حاجه قرف والله في المستشفى الزفت دي. نعم. جبتي الحاجه؟ ايوه يا شيخه جبتها بس خليها بعد العمليه. لا اديها لي دلوقتي. طب بصي تعالي. ايه الشيخ مبروك بيقول لك علشان تخلي الدكتور سامي يحبك ترشي له شويه من الميه دي مكان ما يخطي وتشربي منها بقين وهو هيحبك على طول. يعني هيخطبني بعدها؟ يا بنت دي سرها بيت. بيقول لك هيحبك ويمشي وراك زي العيل الصغير. انت بشرب منها قد ايه؟ بصي عايزاه يتجوزك على طول اشربيها كلها، عايزاه تمشي معاه في الحرام شويه اشربي بقين. طب انا هشرب بقين تلاته اجرب بيهم الاول. خلاص ماشي. يا جماعه الدكتور شوكه جه خلاص، عايزكم تجهزوا بقى بسرعه. احنا جاهزين يا دكتور. اسلوبك ده مش هينفع في المستشفى هنا. انا ما بحبش الطريقه دي، قلت لك كده مليون مره. يعني خلي الطريقه دي بره المستشفى. يا سلام، يعني احنا بنخرج بره المستشفى؟ انا دكتور محترم بطلي العيب. انت معلم ده الشغل ده خلص من زمان، ده ايام حسين صدقي اللي انت قاعد تعمليه ده. طب تعالي لي البيت. يا سلام اجي لك البيت وتقولي لي دكتور القهوه وقعت عليك، هات البنطلون اغسله لك. والشغل بتاع عماد حمدي الحاجات دي قلت لك خلصت. طب ممكن تتجوزني؟ انا ما اقدرش احط ثقتي في واحده بترجع كل يوم الساعه 3 الفجر. ساعات بتبات بره. وقال ايه؟ مفهمة أهلها إنها ممرضة. بعد إذنك روح شوف شغلي. أعمل إيه دلوقتي؟ يا بت يا بت هو أصلا هيفضل يعمل كده لغاية ما ترشي له المية. معلش لسه ما عداش عليها. بصي أصلا بيعاملني إزاي؟ معلش أول ما يعدي على المية هيبقى زي الفل. طيب. أوعى المريض أوعى المريض اللي جاي. هتبقى كويس. أوعى المريض. اصبر هتبقى كويس. أوعى 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 هات 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 هتضلني هنا. انزل 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 انزل
على مالك، على مالك، انزل 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 على مالك. بس استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله كنا هنقع من على المنحدر. يبقى خد بالك كويس يا ابني وانت سايق. الله يخرب بيتك يا فرج. الله يخرب بيتك يا فرج. ايه قلت لك مليون مره انت تاخد بالك وانت سايق. انت رايح فين يا دكتور؟ الحق الترول اللي راجع. ايه يا فرج، هو انت كل عيال هتبهدله لنا كده؟ انا ببهدلهم اه، بس انتوا بتشيعوهم. طب احترم نفسك وتفضل، هات تقرير الاستقبال دلوقتي. ايه ده، هو انا ما جبتوش؟ لا لا يقطعني يا سلام، ثواني اكون عندي. ايوه احلى تقرير للدكتوره. على فكره العيان ده عنده غيبوبه سكر. وعرفت منين ان شاء الله؟ هي دي محتاجه مفهوميه، هو لازم اكون دكتور عشان اقول لك. وهو يا حسونه لو عنده غيبوبه سكر هيعملوا له عمليه؟ لا ما هو لو عنده غيبوبه سكر كانوا طلعوا له عينيه فوق. العنايه زحمه قوي فقالوا يجيبوه اوضه العمليات. والله انت بتستهبل بقى. طب اتفضل شوف شغلك وما تخليش اتعصب عليك النهارده. اروح اجهز انا بقى العمليه. اخلص يا حسونه. بقول لك ايه، جيب الميه ورشي منها هنا عقبال ما الدكتور سامي يخش يعدي عليها. ماشي ماشي، يلا بسرعه. ها رشيتي؟ يلا 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 رشيت. خلاص يا لهوي، ده الدكتور سامي رجع والدكتور شوكي هو اللي جاي. تعالوا صحيح. لا لا خلاص خلاص، الدكتور شوكي جاي. خلاص خلاص. صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير. ايه الميه؟